تدي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي والآخر صبرها. الست دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي أجرها. الست دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. طول عمري متربي في خيرها هي الوحيدة ما فيش غيرها الجنة تحت أقدامها وأنا لو هعيش خدامها مش هوفي أجرها. ضيف حلقتنا النهاردة هو نجم له حضور جماهيري كبير جدا وكاريزما خاصة جدا. ضيف حلقتنا النهاردة يمكن مش هيتكلم عن موضوع اعتدنا ان احنا يعني نسمعه منه وانما هيكلمنا عن موضوع شخصي وخاص جدا. ضيف حلقتنا النهاردة يؤكد ان عبقرية الشعب المصري هو انه يعطي الحب والدفء ويحتضن الفنان الحقيقي والنجم الحقيقي ويملأ حياته بالسعادة. وانا الحقيقه يعني يمكن سالت قالوا لي ان هو في اسعد حالاته وفترات حياته لما يشعر به من يعني التفاف الجمهور المصري حوله. ضيف حلقتنا النهارده كلكم منتظرين ان انا اقول هو مين، لكن انا مش هقدمه لان نجمه حلقه النهارده هي النجمه لافينيا قسيس، هي نجمه حلقه النهارده وهي اللي انجبت لنا نجيب وتريز وداد. وضيف حلقتنا النهارده الأستاذ جورج قرداحي، أهلا بحضرتك. وماذا تمثل بالنسبة لك لافينيا قسيس؟ أهلا فيك. أهلاً. أشكرك على المقدمة الرقيقة والجميلة. وفعلا أنت ذكرت شيء كثير مهم أنه أنا في ما بدي أحسد نفسي دق على الخشب أنه في أسعد أيامي بوجودي في القاهرة الحقيقة ومحاط بهالمحبة الغامرة من أهلنا في مصر اللي فعلا بيتميزوا بطيبتهم وبقلبهم الواسع والكبير اللي بيحتضن إخوانهم العرب وقضايا العرب وكل أمة العرب. وأنت أهل لهذا الحب. طول عمرك والله، يعني في كثير غيري سبقوني كمان ومصر احتضنتهم وحبتهم وأطلقتهم إلى العالمية حتى. بقى هذا شيء مش غريب عن شعب مصر. بالنسبة لموضوعنا اللي هو الوالدي الله يرحمها، لأنه أنا فقدتها سنة 91 وكنت لا أزال في باريس، كنت ما زلت أنا وأسرتي في باريس، وجاني الخبر المشؤوم أنه الوالدي توفت. وحتى روح الحقيقة ما قدرت لحق، ما وصلتش على الدفن. يعني كانت الرحلة من باريس إلى بيروت في 91 شاقة، لأنه المطار كان مقفل وكان على اللبناني الآتي إلى لبنان أن يستخدم بعض الحيل حتى يصل إلى بلده. كان عليه إما أن يذهب إلى دمشق ومن دمشق يأتي برا إلى بيروت، أو أن يذهب إلى قبرص ومن قبرص يأتي بحرا إلى بيروت. وهذا الشيء اللي صار معي. أنا رحت على قبرص ومن قبرص جيت بالبحر. كانت مراسم الدفن قد تمت، يعني وصلت ثاني يوم وتقبلت التعازي، وما زالت حرقة في قلبي يعني أني فقدت الوالدي الحنوني الله يرحمها. وما صار لي وقت، ما صار لي حظ أني أشوفها قبل ما توفى. على كل حال سألتني إذا كان شو أثرها. الأم إلها أكبر الأثر على كل إنسان في الحياة. الأم يعني مثل ما بيقول الشاعر، الأم مدرسة إن أنت أعددتها أعددت شعبا طيبا. العراقي حافظ إبراهيم. الأم بعد إن هي كل شيء في الدنيا، يعني هي التي تؤسس مدى الحياة. يعني تؤسس في حياة الطفل مدى الحياة. هي التي تكون مش بس في أحشائها، ولكن كمان التي تكون شخصية الإنسان منذ صغره. وإذا كان
كان حظه منيح وانه استمرت معه لمدة اطول في الحياة كمان بتضل مؤثري فيه، خاصة اذا كانت الام تتمتع بالمزايا هيك المنزهة اللي يجب ان تتمتع بها كل ام يعني. طب ما هي المزايا اللي تمتعت بها لافينيا قسيس نجمة حلقة النهاردة بشكل خاص اللي ممكن تذكرها لها؟ من كانت هذه المرأة يعني؟ صحيح، يعني وقت الإنسان بيتحدث عن أمه أو عن أبوه كأنه عم يتحدث عن نفسه، وهذا شيء ما بحبه. بس والدتي كانت الله يرحمها زي كل الأمهات، مثل كل أم عندها بحر من الحنان على أولادها، ولكن كانت تمتاز يمكن بطيبة هيك تقترب من القداسة، يعني محبة الغير، محبة الآخر، هيدي اللي غرزتها في نفسنا نحن في العائلة، وعلمتنا محبة الناس، الإحساس بمشاعر الآخرين، بآلام الآخرين، بعذابات الآخرين، يعني ما علمتنا نكون مقوقعين. كانت كتير تتدخل في هالمسائل. يعني بتذكر أنا لما كنت كل مرة أطلع من مدرستي إلى القرية دائما تقول لي رحت زرت فلان، رحت زرت فلاني، رحت زرت فلان، يعني كانت كأنه تطلب مني أن أروح زور كل القرايب وسلم عليهم، أنه حتى ما حدا يعتب وحتى تستمر العاطفة والعلاقة الطيبة. بالإضافة إلى ذلك كان عندها نقاء وصفاء كمان يقترب من القداسة، يعني ما بدي يعني الله يرحمها لليوم بعد لما بشوف صديقاتها والناس بالقرية لما بيتذكروها بصيروا يبكوا قد ما كانت إنساني طيبة. الست دي أمي. الابن البكري. البكري أيوة. البكري حضرتك. أكبر الأولاد. في العائلة نعم. ومع ذلك يتغرب سنة 79 ويترك البلد ويسافر إلى باريس ثم إلى لندن ويبتعد. يعني ماذا كان شعور هذه الأم وابنها الأكبر اللي هي يعني بيقولوا البكري دايما بيبقى قريب من الأم؟ صحيح. ومتغرب، كانت شكل العلاقة إيه وهي كان إحساسها إيه وانت في باريس وفي لندن؟ يعني أنت عم تفتح لي جروحاتي هلأ وعم بترجع تثير شجوني يعني. بس على كل حال ما في شك أنه هجرتي إلى باريس أو انتقالي إلى باريس العمل تم بتشجيع من الأبوين مثل ما ذكرت عدة مرات، يعني من الوالد والوالدي، لأنه كانت الحرب في لبنان قد بدأت وأنا بحكم مهنتي أنا ذاك كصحافي في تلفزيون لبنان ومعرض للأخطار والانتقال من أجل تغطيات الأحداث التي كانت جارية، كان دائما في خوف، في خوف علي من الخطف، في خوف من القنص الذي كان رائجا في تلك الفترة، في خوف من مخاطر انك تتعرض احيانا تجد نفسك بين فريقين مشتبكين بالرصاص، يعني كان دائما في خوف، فعلا كنا نتعرض لكثير من المخاطر. بقى لذلك كان في هاجس عند الاهل انه ابننا طلع من البيت اليوم الصبح هل بيرجع المساء طيب يعني، ودائما خايفين من خبر سيء. لما اجاني عرض انه ارجع اشتغل في مونتي كارلو رحب الوالد والوالدة الله يرحمهم اثنينهم، رحبوا وشجعوني، بس طبعا على مضض انه هني معلش بفضلوا اني روح، بس على انه ابقى واتعرض للمخاطر اللي كانت سائدة انذاك يعني، واللي تعرض لها كثير من زملائنا اللي الله يرحمهم فقدوا حياتهم وبعضهم انصابوا وبعضهم من اهل الصحافة في لبنان. بس طبعا يعني كانت زي جرح في قلبها الوالدي، دائما كانت يعني طبعا تعرف تتألم تبكي لما تفكر، وده بس كان يشفع شوي بهالوضع، يخفف شوي من غربتي، يخفف شوي من شوقها إلي، انه كنت اطل عليها من إذاعة مونتي كارلو، كانت دائما كل يوم من الصبح للمساء تفتح إذاعة مونتي كارلو وتقعد تنتظر اي ساعة انا بيكون فترتي، اي ساعة بيكون عندي إذاعة، بيكون عندي اخبار، حتى تحط الإذاعة وتقعد تستمع لي. ولما يطلع حدا من زملائي تقول له روح بقى بدي اسمع جورج ابني، يعني كانوا يتندروا بهالمسائل في بين الأهل. بقى هيك كانت يا حرام عايشي كل وقتها على مونتي كارلو. هل أنت مدين
لهذه السيدة لافينا قسيس. لافينيا يعني تعني بال... هي اسم إيطالي. آه. يعني الكرمة. الكرمة. الكرمة يعني. آه. العنبة يعني. أيوة. لافينيا قسيس، هل تعتقد أن أنت مدين لها بهذا الحب الخرافي اللي ربنا أنعم به عليك من الناس؟ هل تعتقد أن دعواتها ليك كانت سبباً في أن يحبك الناس بهذا الشكل؟ أنا مؤمن بذلك فعلاً. أنا مؤمن بشغلي وهي ما يقال برضا الوالدين. يا رضا الله ورضا الوالدين. بؤمن فيها. وبعتقد أني مدين لهما، لأمي ولوالدي بها. يعني ما بدي كمان اغفل حق والدي لأنه كان له تأثير كبير الله يرحمه. بس أنا مدين لهما بهالحب، لأنه فعلا هم علمونا محبة الناس، وكانوا يعني شوف كل إناء ينضح بما فيه. بالزبط. يقول السيد المسيح. يعني الإنسان يعني قلبه بيبين على وجهه. كانوا يحبوا الناس والناس تحبهم. يعني حيثما كنا في أي دائرة في محيطنا يعني كانوا الناس يحبون الوالد والوالدة الله يرحمهم. يعني بقى وخاصة الوالدي. قد يجوز إنه ورثت ذلك منها أو منهما. أشهى ما طهت لك، إيه الطبق اللي ما تنساهوش من إيديها من أيام الطفولة؟ والله كل أطباقها يعني ما في مثل أكل الأم. يعني ما فيني أقول لك طبق. يعني يمكن إذا عملت لي لبني وزيت بلاقي أطيب طبق يعني في 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 العالم. آخر ما قالت لك، فاكر اخر زيارة؟ والله كانت دائما تترد علي الله يرحمها، دائما كل ما اشوفها يعني نفس الكلمات، الله يرضى عليك. والله يعني كانت تترد دائما علي. طب من بين جميع الوسائل المساعده اللي حضرتك دائما بتقولها في البرنامج، متى شعرت انك تحتاج وسيله مساعده هي الام؟ متى لجأت اليها؟ شوف بلجأ اليها في كل لحظه، بلجأ اليها في كل لحظه. حتى الان؟ حتى الان. أنا عندي شوية قناعات هيك مختلفة، ما بعرف إلها علاقة بالأحاسيس. عرفت كيف؟ إنه مش معتقدات هيولية أو بس بيتكلموا الناس عن الملاك الحارس أنج جارديان، الأرواح الطيبة اللي بتحيط أحيانا ببعض الناس. يمكن ما بعرف في ناس بيشعروا فيها هيدي. أنا سامع كتير ديبيتس بفرنسا وبإنجلترا على التلفزيونات بيحكوا عما يسمى بالملاك الحارس. أنا بعتقد إنه كل إنسان في أرواح طيبة بتحيط فيه، هي أرواح أهله اللي 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 فقدهم. يعني شوف انتبه، ما بعرف أنا ما بدي أربطها بالدين، بس إنه بتحس أنت إنه في رضا والديك حولك دائما. في اشياء بتخليك تتجنب بعض الامور، ما بتفهم ليه، بعض المخاطر يمكن احيانا ما بتفهم ليه. ما بتعرف بقى. فتعتقد انه بعتقد انه 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 دائما بحاجه لمساعده الوالدي والوالد. اجمل لحظه بينكم لا يمكن تنساها، أجمل لحظة حصلت بينكم، هدية جبتها لها، لحظة شجن جميلة، لحظة حب جميلة، لحظة فرحة جميلة حسيتها في عينيها في فترة وجودها معك؟ والله كل لحظات حياتنا وقت اللي يعني قبل ما أترك أنا لبنان وروح على باريس سنة 79، كل لحظات حياتنا كانت كلها لحظات فرح. يمكن بلحظات تخرجي كانت لحظة فرح أنا وياها، بلحظة زواجي كمان كانت لحظة فرح بالنسبة لها، بلحظة ولادة بنتي البكر كانت كمان لحظة فرح. يعني بالنسبة لها يعني كنت أنا وإخوتي وأخوي والأختين هم كل شيء في حياتها. يعني بقى أي شيء يفرحنا كان يفرحها الله يرحمها، وأي شيء بزعلنا كان يزعلها. بقى كل لحظة كنت أن وجد معها كل لحظة فرح. الست دي أمي.
أستاذ جورج، إيه يعني مشاعرك وإحنا بقالنا فترة طويلة ما بنتكلمش عن جورج قرداحي وبنتكلم عن سيدة اسمها لافينيا قسيس، وما بنتكلمش عنك ولا عن نجوميتك ولا عن شهرتك ولا عن آخر أعمالك، بنتكلم عن هذه السيدة نجمة حلقة النهاردة. وبرضو ما تكلمناش كتير لأنه إلها كل الفضل، معلش. يعني إذا كان أنا مدين بشيء لحد، أنا مدين لها بالتربية اللي أعطت، التربية الصالحة اللي أعطتني إياها هي والوالد، ومدين لها بكل شيء، بنشأتي، بتكويني، يمكن ابتسامتي اللي الناس بيحبوها، بكل شيء. هعتبر الجواب ده جواب نهائي. جواب نهائي. الست دي أمي. أستاذ جورج، طبعا احنا سعداء جدا لهذا اللقاء، ويعني اسمح لي ان انا لا انهي انا هذه الحلقه واترك لحضرتك فرصه لتقول ما لم تعتد ان تقوله، رساله خاصه موجهه منك لهذه البطله نجمه حلقتنا النهارده السيده لافينا قسيس. هذه السيده اللي كانت محور حديثنا طوال الفتره اللي فاتت، توجه لها رسالة خاصة، يمكن الحياة وما يشغلك في الحياة يمكن ما يديكش فرصة انك تقول هذا الكلام، لكن هي فرصة كاملة لكي توجه لها رسالة تأخرت من عام 91 سبتمبر 91 من 2 سبتمبر 91 وقت رحلها، فماذا تقول لها؟ سيدي، يعني أول شيء بدي اعتذر منها انه ما قدرت احكي اللي لازم احكي، كان لازم احكي اكثر، بس عم بكبت عواطفي لأنه مش قادر أتكلم أكثر من هيك. إذا في رسالة متأخرة شو بدي قلها؟ بدي قلها أنه يعني كنت بفضل أنه تستمر معنا فترة أطول أكثر، وتستمر حتى تشوف هالنجاح اللي وصلنا عليه هي والوالد. بقى على كل حال هي موجودة بذهننا مدى الحياة. الست دي أمي. الست دي أمي شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي ولا آخر صبرها. الست دي أمي شقيانة طول عمرها، ما شالتش غير همي ولا آخر صبرها. طول عمري متربي في خيرها، هي الوحيدة ما فيش غيرها، الجنة تحت أجرها. الست دي أمي، الست دي أمي، أمي شقيانة طول عمرها، مشالتش غير همي وأنا آخر صبرها. طول عمري متربي في خيرها، هي الوحيدة ما فيش غيرها، الجنة تحت أقدامها وأنا لو هعيش خدامها مش هوفي أجرها. Sit with you.